السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله يا رب العالمين تكونوا كامله بخير، وهذا فيديو تلقاكم كامله مهنيين. اليوم حبيباتي جبت لكم فيديو جديد، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. نرحب بكامل المشتركات سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن، نقول لكم مرحبا بكم مشتركاتي الوفيات، ما نسيتكمش، انتم ثاني نقول لكم نحبكم ونموت عليكم. واللي مازال ما اشتركتش في القناه وراهي تشوف هذا الفيديو، نقول لك تفضلي حبيبتي معنا، ما تنسينيش برك تفعلي زر الجرس وديري اشتراك باش يلحقك كل ما هو جديد. قالت تاع ام علي، ما تنسوش الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم جبت لكم منتج جديد في الاسواق الجزائريه، بالذات في منطقه تيزي وزو، منتج ذو جوده عاليه وبنه عظيمه، اللي هو باتي د تيت دو فو او باتي تاع البوزلوف. على بالي راح تستغربوا كامل، ولكن بنه من اروع ما يكون. انا شخصيا عجبني بزاف بزاف، فيه بنه تاع اللحم خاصة في هذا الصيف مع السلطات، وفي الشتاء تقدروا تحطوه في البقوليات كيما اللوبيا، اللوبيا البيضاء، ومع ثاني العدس، يعني كي طيب خلاص ترمي له قطعة يجي بنين بزاف. ننصحكم يا البنات بهذا المنتج، بزاف بزاف بنين، تقدروا تشلو بالميزان، يعني 10000 20000، تذوقوه برك وتشوفوا، على بالي راح يعجبكم كامل. انا شخصيا عجبني بزاف بزاف، راح نعطي لكم لو بوان دو فونت او اماكن البيع وين تلقاو هذا المنتج. على الاقل اشروه، شرو شويه باش تجربوه وتذوقوه، على بالي ما راحينش تندم. كيما راكم تشوفوا هنايا خويا راه يستيكي لكم الطبق تاع السلطه، راح يرافقها مع هذاك الباتي. ديجا انايا من عشاق السلطات، وزدت كليتها مع هذا الباتي، يعني عندي شخصيا وجبه كامله متكامله، نحب بزاف هذا النوع من الاكلات. هزول في الاختاثو لا سمحتي لي متكتي عوالا. الحمد لله باركت دي ساكيا الباتي، الباتي هذه مليح مليح. الباتي تخدم سكسو مقرو، مي ما تتشظفني نتصطص ديني زادن مام لي زيبيس نيسا اجفتي مليح مليح. ناس في تبارطاجي راكو دخوت ها 30 حمل نكا كيا بوزلوف 30 حمل الباتيه كيا، يعني هذا جديد، خاص يمثل خاص يمثل غمثتي زعما انت دغمس الميزان غدا غمض 10000 20000 دغمت تسيم تتوالي زرب لك وقت ديالي في مليح مليح. بياتوني في دقيقة ما عندي ستيكي البلايكين لوردو لوردو سامبل يبغى كان دي بريزونتي الباتي هاكا. لا تمشي هاكا كاس لي زوردو تمشى تاع سلو فيان تاع شوف حد شتوا لعدس ميك بوي كي كيتا صدا الطابلة صدق هاكا كا مارسون هاذي في سيده خليص يتغي مبنين مليح مليح. نكيني غي محمل غير لي زوردو محمل غير لي سالاد نكيني يعجبني مليح مليح سيرتو مي تشخص الباتي هاكا الفنس نكاغور ديني زادن. جرب مثلا مسجد ثلث وتندبين فارا مثل شي طحات قوتي ثم بعد توالي لي بوين دو فونت انت سافي داغ مثلا غندي تنوزو وقت سني تجاغدي لي ان داون لا فيديو غاني دير اوردر كيسوف لا فيديو ياك غاني دير في الكومونتير مزوالو.